السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة جيولوجيا العرب، معكم أميرة أشرف. إن شاء الله هنستكمل السلسلة بتاعتنا تدريبات عملية على الخرائط الجيولوجية، وطبعا زي ما ذكرنا إن السلسلة بتاعتنا مستمرة معانا إلى ما لا نهاية. هنفضل نتكلم عن الخرائط الجيولوجية بأنواعها المختلفة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الخرائط الكونتورية، و عرفنا ايه هي فوائد خطوط الكونتور وخصائصها، وازاي نستخدمها في ان احنا نرسم الظواهر الطبوغرافية بتاعتنا المختلفة، وكمان عرفنا ازاي نرسم القطاع الجيولوجي الخاص بالظواهر الطبوغرافية، وان احنا نقدر نتعرف عليها لو ما فهمناهاش من الخرائط الكونتورية. دلوقتي هنستخدم الخرائط الكونتورية في حاجة تانية، ان احنا نقدر نتعرف على الطبقات الافقية بتاعتنا. تعال نشوف مع بعض ايه هي الطبقات وايه هي اهم ما يميز الطبقات الافقيه على الخريطه الجيولوجيه. اول حاجه، في ظاهره اساسيه عندنا لازم نكون عارفينها، بيسموها ظاهره التطبق او الطبقيه، وهي بتعني ترتيب الطبقات فوق بعضها البعض، وهي من اهم مميزات الصخور الرسوبيه. طبعا لازم نكون عارفين ان احنا هنتعامل مع الطبقات الافقيه، فبالتالي احنا بنتكلم دلوقتي عن صخور رسوبيه، هي اهم الصخور اللي بيظهر فيها خاصيه الطبقيه دي، فبالتالي بنكون نقدر نتعرف على الطبقات زي ما احنا شايفين معانا في الصورة دي. دي صورة من الواحات البحرية، ظاهر فيها تتابع للأرض، الظاهر زي ما انتم شايفين كده الطبقات متراكمة فوق بعضها البعض في صورة جميلة جدا. نقدر نفرق ما بين السطح السفلي والعلوي لكل طبقة، ادي آخر طبقة عندنا معانا، فوقيها نفس الطبقات بتدريج مختلف وترتيب مختلف، ادي الطبقة اللي بعدها وادي اللي بعدها وادي اللي بعدها، وفي لكل طبقة لون مميز ليها، فنقدر نعرف الحد الفاصل ما بين السطح العلوي والسطح السفلي لكل طبقة. مثلا السطح الأحمر ده سطح علوي لطبقة الحمراء، بعد كده تمثل سطح سفلي للطبقة اللي فوقيها اللي هي بتعبر عن الساند، وهكذا طول ما احنا ماشيين. في حاجة بيقول إن تتميز كل طبقة عن أخرى في نسيجها وتركيبها المعدني ولونها، وقد اقترنت هذه الصفة بالصخور الرسوبية، ومن جهة أخرى تظهر بعض الصخور النارية والمتحولة خاصية التطبق. يعني بيقول لك إن الصخور الثلاثة اللي متعرف عليهم عندنا إن هم الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة، إحنا اللي يخصنا الصخور الرسوبية، ولكن لازم نكون عارفين إن كل صخر من الصخور دي ليه نسيج خاص بيه وتركيب معدني خاص بيه ولون خاص بيه، بنقدر بمجرد النظر في الفيلد إن إحنا نتعرف عليه. وفي نفس الوقت بيقول لك إن إن أهم ميزة للصخور الرسوبية إن ظاهرة التطبق، ولكن في بعض الأحيان تظهر الصخور النارية والمتحولة نفس الظاهرة كمثال لظاهرة التطبق. بعد كده بيقول تتواجد أسطح فاصلة تفصل كل طبقة عن أخرى، اللي هو تفصل الحد الفاصل اللي هو الحد العلوي والسفلي، يطلق عليها بأسطح التطبق اللي هي السيرفس بيدنج أو البيدنج بلين، بين الصخور اللي تتكون بهذه الطريقة اللي هي أنهي طريقة تتصل بالطبقية، اللي هي الصخور الرسوبية اللي ليها ظاهرة التطبق لازم يكون في حد فاصل يفصل ما بين السطح العلوي للطبقة والسفلي ليها، وبيسموه السيرفس بيدنج أو البيدنج بلين. طبعا الصورة اللي احنا شايفينها دي برضو صورة في الطبيعة لجبل الدست، من خلاله بتظهر طبقات مختلفة، طبعا الطبقات اللي بيحصل لها إروجن يعني اللي ظاهرة. فلو شفنا هنا أدي طبقة أهي، دي ظاهرة من الأروجة، لو قسنا ارتفاعها من منسوب سطح البحر لحد هنا هتطلع 100، لو قسناها من كل الجهات سواء هي متعرية ولا مش متعرية تطلع 100 برضو. تعال نشوف دي، هتلاقيها متعرية في كل الفيلد معانا، فده لو شفناه، لو شفتوه كده مع بعض كده وشفنا ان الطبقات متراكمة فوق بعضها البعض، لو تفتكروا ان احنا شرحنا الظواهر الطبوغرافية الحلقة اللي فاتت، فلو تشغلوا دماغكم كده شوية مع بعض ونشوف ده بيعبر عن انهي ظاهرة من غير انا ما اقول، يعني عايزة أفهمكم. كفاية كده تفكير. طبعا في سمع حد كده بيقول إن ده شكل مخروطي تل، وفي ناس بتقول ده هضبة. طبعا أحب أقول إن قال إن ده تل، فده واحد مصحصح معانا ومركز، لأن إحنا قلنا إن التل بيمثل نوع منه في النوع المخروطي، ولو فضلنا ناخد نقيس من سطح البحر لحد فوق هنلاقي ان هو القبة بتاعته باينة جدا. احنا قلنا الهضبة ما تنفعش لان الهضبة مساحتها بتكون لا يقل عن 10 كيلو متر، فبالتالي ده يمثل شكل مخروطي وليس هضبة. فهنا الطبقة دي باينة، فهو باين قوي ظاهرة التطبق ان في طبقات متراكمة فوق بعضها البعض، ادي هنا طبقة
دي هنا طبقة، هنا طبقة، هنا طبقة، هنا طبقة، هنا طبقة، والطبقات دي كلها هشة، يعني مش سهل ان احنا نتسلق، واحنا طلعناه بصعوبة جدا، لان سهل ان احنا تتزحلق علشان الصخور من كتر التعرية حصل لها تآكل، فبقت سهل جدا ان هي تتكسر كل ما انت تمشي فوقيها. بيقول تتكون الأسطح بين الطبقات المتتالية، تكون الأسطح بين الطبقات المتتالية متوازية فيما بينها ومنطبقة بالكامل وموازية لخطوط الكنتور مواصلة لها في الارتفاع. يعني إيه؟ مش إحنا قلنا قبل كده إن إحنا لما نقيس من سطح البحر لحد سطح الطبقة بتاعي ده بيعبر عن قيمة في الطبيعة، وقلنا ده مثلا هيكون 100 متر، لازم على الخريطة بتاعتك تيجي عند 100 متر دي يكون ده خط كنتور 100 متر في كل الجهات، فده خط كنتور 100، يبقى نعمل كلوز على الدايرة دي، يعني نقفل الدايرة بخط كنتور كامل ونسميه 100. مثلا لو دي 200 هكذا، يبقى نعمل تظليل على الخط بتاع ال 200 ويكون ده خط كنتور، فأي طبقة بسطح معين ليها تيجي على الخريطة بتاعتك وانت بترسم تعمل لون او تحدد على الخط اللي انت عرفت تقرا له الارتفاع بتاعه. ده احنا جايبين صور في الطبيعة اهي، فلازم تفهم ان الصخور الرسوبية سهل ان انت تعرف ارتفاعها وتبين شكلها في الطبيعة ان هي طبقات متراكمة فوق بعضها البعض. بعد كده هنيجي ازاي نرسم دليل جيولوجي للطبقات. ما انا مش هرسم خريطة كنتورية من غير بالطبقات متعرف عليها، من غير ما اعرف الدليل الجيولوجي بتاعي عامل ازاي. احنا قلنا ان الدليل الجيولوجي هو مفتاح الخريطة بتاعي ان ازاي انا ارسمه، وسبق وان احنا قلنا تعريف مبسط ليه في عناصر الخريطة، ولكن دلوقتي هنبدأ نعرف ازاي ارسمه بايديا، وليكن الحاجة اللي في الشمال ده تنسوه خالص ولا كأنه موجود. نبدأ نعرف الخطوات مع بعض. اول حاجة بيقول لك شوية معلومات بسيطة كده، تتضمن معظم الخرائط الجيولوجية دليلا للخريطة التي يمكن من خلاله التعرف على التتابع الطبقي اللي هو العمود الاستراتيجرافيك، اللي هو الاستراتيجرافيك كولم للطبقات الأفقية أو المائلة التي تمثلها الخريطة ابتداء من الأحدث ونزولا نحو الأرض. يعني إيه؟ يعني لو تفتكروا إن أنتوا خدتوا في جيولوجيا طبيعية في الثانوية التتابع الاستراتيجرافيك كولم العمود الجيولوجي بتاعك بيسموه كده، هنا بقى بيسموه، كبرت أنت شوية وعرفت إن بيسموه اسم جديد كده، هو مش جديد، هو نفس الاسم بس ما كنتش بتاخده، اللي هو استراتيجرافيك كولم. ده موجود عليه كل الأعمار بتاعة الأرض اللي إحنا اتعرفنا عليها والعصور. فنفس الكلام الخريطة بتاعتك ليها طبقات خاصة بيها، فلازم تكون عارف المنطقة بتاعتك طبقاتها ماشية ازاي، بتبدأ بصخر ايه وتنتهي بصخر ايه. المثال اللي معانا بيبدأ بحجر جيري وبينتهي بكونجلوموريت، ولازم تكون عارف السطح السفلي والعلوي لكل طبقة وسمكها قد ايه. بقول لك لرسم الدليل الجيولوجي للطبقات يتطلب توفير البيانات الخاصة بسمك كل طبقة أو معرفة مناسبها، اللي هو منسوبها اللي هو إيه، ارتفاعها من مستوى سطح البحر. ليه يا عم؟ عشان أنت لازم عشان ترسم طبقة كاملة لازم يكون معاك سطح علوي وسمك أو سطح سفلي وسمك. السمك لو مش موجود ما ينفعش. ليه؟ علشان هو اللي هيساعدني إن أنا أرسم الطبقات، ما هو مش هيجي لك العمود كامل كده، لا هو هيجي لك مثال كمسألة حسابية مثلا، وانت تمسك كده زي زمان كده البرهان والمطلوبات وتطلع المطلوب بتاعك وتفنطه كده مع نفسك، وبعد كده تبدأ ترسم زي ما احنا ماشيين بالسموسينج ده. تمام، ندخل بقى على الخطوات الأساسية اللي انت لازم تكون ماشي عليها. أول حاجة بترسم خطين عموديين متوازيين بحيث تكون المسافة بينهم 2 سم، مش شرط 2 سم، عايز تخلي مسافة أقل من كده أو أكبر من كده براحتك، بس لازم يكون العمود بتاعك متماشي مع الخريطة بتاعتك. أنت عينيك هتشوف الخريطة ماشية إزاي وتبدأ تقارن بإيدك، محدش يعني بيدقق على الحوار ده قوي، بس عشان أنت تكون واحد بتحب التميز كده شوية يبقى تمشي على الخطوات بالظبط، تخلي المسافة 2 سم عشان يبقى يكون في حس كده وأنت بتحب. تاني حاجة اختيار مقياس رسم مناسب وليكن 1 لـ10,000 سم، 1 سم في الطبيعة بيعادل 1 سم في الخريطة بيعادل 10,000 سم في الطبيعة، وهذا يعني بأن 1 سم على ورقة الرسم بيمثل 100 متر على الأرض. طبعا مش محتاجين أقول لكم إن 10,000 سم دي قسمنا على 100 عشان نحولها لـ100 متر في الطبيعة، يعني هي هي 1 10,000 سم هي هي 1 سم لـ100 متر، هي بيعبروا عن نفس الكلام. طبعا ليه يا أمير؟ عشان إحنا قلنا إن مقياس الرسم لازم يكون القيمة الأساسية ليه متساوية، لو ده في الطبيعة سنتي يبقى في الفيلد سنتي، لا على الخريطة سنتي، لو متر متر، وهكذا لازم تكون الوحدات متساوية. بقول إذا كان سمك الطبقة 200 متر مثلا فيتم تمثيلها بارتفاع 2 سنتي، وإذا كانت 300 يتم تمثيلها بارتفاع
3 سم على الدليل، يعني انت شايف الطبقة عندك في الخريطة بتاعتك 300، او هو قال لك ان هي سمكها 200 متر. طبعا انت مش هتمسك ال 200 متر ترسمهم كلهم على الورقة في العمود الجيولوجي، مش هينفع. فانت تقدرها بارتفاع 2 سم، يعني مثلا من 100 ل 300 ده 200 سمك طبقة الحجر الرملي، هتطلع 200، فتاخد من هنا لهنا 2 سم. طبعا الحجر الجيري ملوش سمك معين، فعملوا اقل من المتر، لان هو مش عارفين السطح السفلي ليه كذا. ما هو ممكن طبعا وارد جدا يديك طبقات مش عارفين السطح العلوي لها قد ايه، ومش عارفين السطح السفلي لها قد ايه، وارده جدا معاه. بعد ما تعمل الخطوات دي وترسم سمك كل طبقه، لازم تظلل الطبقه بتاعتك اللي ظهرت معاك دي بالهاشرنج او اللون الخاص بيه. يتم تظليل المساحه المحصورة بين السطح العلوي والسفلي للطبقة برمزها الذي يمثلها ومتعارف عليه. بعد كده لتحديد أسطح الطبقات، يتم كتابة ارتفاع السطح العلوي لكل طبقة على جانب الدليل. يعني إيه؟ يعني أنت خلاص عرفت الطبقة بتاعتك على السطح كام وارتفاعها كام، فلازم تكتب قيمة الارتفاع بتاعك موجود قد إيه. يعني مثلا ارتفاع السطح العلوي لطبقة الحجر الرمل 300، لازم تكتبه عشان تقدر بعد كده. هو مثلا يقول لك عندك طبقة الحجر الرملي على ارتفاع 300، هترسم خط 300، وبعدين يا عم الحاج هيقول لك سمك الحجر الرملي 200، انت ماسك ال 200 دي تطرحها من ال 300 هتعرف قيمة السطح السفلي للحجر. ما انا قلت لك لو معاك معلومات كاملة تقدر ترسم العمود الجيولوجي كام. السطح العلوي للحجر الرملي بيمثل سفلي طفلة، فهيجي يقول لك ان الطفله على ارتفاع 500، لو لم يطلب منك ال 300 بقى السمك بتاعها، تبني انت طارح على طول ال 500 من ال 300، وتكون عارف ان هو على ارتفاع 200 سمكها 200. يعني بيقول لك ان يعلوها طبقه من الحجر، يعلوها طبقه طفل، اسفلها حجر جيري، وهكذا. يعني انت المساله تكون سهله عليك ان انت تقراها وانت تبدا تحول الدليل بتاعك. يتم طرح سمك الطبقة العلوية من منسوب السطح العلوي، عندها يتم الوصول إلى السطح السفلي للطبقة الأولى، وإن هذا السطح السفلي في نفس الوقت يمثل السطح العلوي للطبقة التي تقع أسفل. يعني إيه؟ يعني الكلام اللي أنا لسه بشرحه لكم من شوية هو دلوقتي متناسق في ترتيبات منظمة. يعني بيقول لك إن لو أنت عندك سطح علوي هتضيف عليه السمك، هتطرح منه السمك، سوري، هيديك السطح السفلي. لو معاك السطح السفلي وتضيف عليه السمك هيديك السطح العلوي. بعد كده وبنفس الخطوات اللي انت عملتها في اللي فاتت، وصلنا عند خطوة 6، تبدأ تكرر الطبقة الخطوات دي تاني عشان تكمل باقي رسم الطبقات. يبقى أول حاجة بنرسم خطين عموديين متوازيين بالمسافة اللي انت تحبها، ولكن عشان تكون شخص منظم يبقى ترسمها مثلا 2 سم، ولكن اختيار مقياس رسم مناسب ليك وتقدره كويس على الخريطة عشان تقدر ترسم بيه السكيل بتاعك. بعد كده لازم تكون فاهم ان انت السمك بتاعك 200 تحوله بالعمود الجيولوجي 2 سم، وهكذا. يعني بنفس الكلام، ولازم تكون عارف ان كل صخر متعارف عليه في الطبيعة برمز معين ولون معين. قلنا ان هي في رموز كتير واشكال كتير، ولكن احنا قلنا ان احنا هنتكلم عنها بعدين لان هي سهل ان احنا نعرفها، يعني مش لازم تتحفظ. يعني بعد كده بتحدد اسطح الطبقات، السطح العلوي والسفلي وسمك كل طبقة. وبعد ما ترسم الدليل بتاعك بتكون جاهز ان انت تقدر ترسم طبقاتك على الخريطة الكونتوري. مثال معانا دلوقتي محلول وجاهز، وعايزاكم كده تصحصحوا ورسمين العمود الجيولوجي بتاعه، وبعد ما نشرحه باستفاضة هجيب لكم سؤال تاني بعديه وسيبكم تفكروا فيه، بس احنا هنفكر سوا مع بعض دلوقتي. احنا رسمنا عمود جيولوجي معاك اهو، بيقول مش لازم صيغة السؤال، احنا انا وفرت عليك وجبنا المرة دي العمود الجيولوجي مرسوم. من خلال عمود الجيولوجي ده عندنا حجر جيري ارتفاع سطح العلوي ليه 100، بعديه حجر رملي من 100 ل 300، سفلي رمل 100، علوي رمل 300، بعد كده سفلي طفلة 300 ارتفاعه 500، بعد كده سفلي كونجلوميريت ارتفاع علوي ليه 600. من الدليل الجيولوجي بنرى ان منسوب خط الكونتور للسطح العلوي لطبقة الكونجلوميريت كام؟ ارتفاعه 600، فلازم ال 600 دي تنطبق على خط كونتور كام؟ احنا قلنا الارتفاعات في الطبيعه هنحولها على الخريطه بتاعتنا لنفس قيمه خطوط الكونتور بتاعتنا، فاحنا ارتفاع في الطبيعه بتاعتنا 600، يبقى خط الكونتور كام في الخريطه؟ 600. يجي انا رايح على الخريطه كده بتاعتي واحدد بالظبط خط الكونتور بتاعي 600، وايه
واعمل عليه خط كده تظليل بالقلم بتاع الرصاص. لازم طبعا احنا عارفين كل الرسم بتاعنا بالقلم الرصاص والالوان. طبعا السطح العلوي 600، السفلي كام؟ 500. فاجي عند ال 500 كمان واجي ايه مظلل عليها بالقلم الرصاص زي ما احنا شايفين كده. دي خلصنا هنا ال 600 و 500. في اي 600 تاني في الخريطه؟ ابص في عيني كلها، لا مفيش. بدل ما فيش 600 في الخريطه اشوف ال 500. يعني السطح السفلي العلوي مش موجود، مش مشكله، السفلي لو موجود اظلله. ليه؟ يعني احنا عارفين ان دي كام ارتفاعات عن سطح الارض، فالارتفاع وصل معانا ل 600. في اماكن تانية في كونجلوميرات برضو بس حصل لها تعريه، تعرضت لعوامل التجويه وكده، فمثلا ممكن تكون 550 ولا حاجه او اي حاجه من دي. فلازم برضو ان احنا نظللها لان هي طبعا تعبر برضو عن كونجلوميرات. بعد ما جينا على خط الكونتور وظللناه، هنبدا بقى نلون الطبقه زي ما قلنا ونحط لها نفس الهاشرنج اللي احنا حطيناه في الدليل بتاعنا. تعالوا مع بعض كده نرسم الطفله. مش هبين لكم الرسمه دلوقتي، لازم كل واحد فيكم يفكر كده ويشوف هيمشي بعينيه ازاي على الخريطه. الطفله العلو بتاعها 500، طبعا احنا كنا عاملين ان هو السفلي كونجلوميريت، فكده كده احنا مظللينه. الطفله معانا من كام؟ من 500 ل 300. يبقى اجي على كل خط كونتور 300 واعمله سفل طفله. فين سفل طفله؟ اظلل عليه، ادي 300 اهي. لا انا مش هحل بقى، كل واحد يشغل دماغه كده ويبدا يحل مع نفسه كده وتشوف هتعملوها ازاي. اسهل عليكم شويه واحدد لكم على القيم، وبعد كده انتوا تفكروا مع بعض وتشغلوا دماغكم كده زي ما حلينا. زي ما حلينا الكونجلومريت هنبدا نحل الطفل. هنيجي على السطح السفلي للطفله اللي هو 300. احنا كده كده عملنا سطحها العلوي خلاص خلصان. ما انا قلت لكم قبل كده ان سطح العلوي ممكن يكون سفلي للي بعدها، فينفع ان احنا نستخدمه معانا بعد كده. هنيجي عند ال 300 ونبدا نظلل بالقلم الرصاص وتمشي تعمل سموسنج على كل قيم خطوط الكونتور 300. ده بس خط كونتور 300 موجود معانا؟ لا ده في غيره، في 300 هناك كمان اهي. وافضل كمل، مش هقف لحد هنا واسكت، لا تكمل لحد هنا. يبقى كده انا حددت طبقه الطفل. هتقول لي هظلل فين؟ هتظلل فين ايه؟ مش هتيجي عند ال 400 وتسكت؟ لا ده 400 ده خط كونتور عادي في الطبيعه، هو هنا ماشي بالقيم بتاعته وحر. ارتفاع الطبقه بتاعته سمكها 200، فلازم تكون 200 بتاعتك موجوده ضمن الارتفاع العلوي والسفلي للطبقه. فهو كان العلو بتاعها 500، يبقى السفلي بتاعها كام؟ 300. فتيجي تحط الهاشرنج بتاع الطفله ومتعرف عليه ان هي شرط كده وتلونها. هي الطفله متعرف عليها ان لونها اخضر، تمام؟ فبتبدا تلونها وتعملها زي هكذا. تيجي بعد كده نفكر احنا بناخد الدليل بتاعنا خطوه خطوه طبقه طبقه ونبدا نرسمها بالتدريج عشان ما تتلخبطش. بعد ما رسمت، كون انك تخطيت مرحله انك ترسم الدليل الجيولوجي العمود بتاعك يعني، فده معناه استجابة القلم بتاعك جاهز ان انت تقدر ترسم الطبقات بتاعتك صح. فتبدا لو انت رسمت العمود ده صح يبقى خلاص كده، خلاص انت الخريطه بتاعتك جاهزه ان انت تقدر ترسم بالراحه. فاحنا عارفين ان الكونجلوميرات كان عنده 600 والسطح السفلي لها 500، فعملنا هاشرنج بتاعها ولوناها، وهكذا بالنسبه للطفل. طب الرمل، الرمل كام؟ الرمل 300. طبعا انا ايه لحد دلوقتي مش هوريكم الخريطه خلصت لحد فين، ولكن انا هحل معاكم كده شوفوا عشان انتوا تكونوا جاهزين وتوقفوا الفيديو كده وتشغلوا دماغكم وتبداوا ترسموا الخريطه بايديكم وتحطوا كل التتابعات بتاعتها صح والهاشرنج بتاعها صح واللون بتاعها صح. ولازم تكونوا عارفين ان انتوا بتمشوا على حسب الكلام اللي هو قايله لكم، لان هو اداكم معطيات انتوا حولتوها لبرهان بتاعكم اللي هو العمود بتاعكم. تعالوا نشوف مع بعض. الطبقة التانية بتاعتنا كانت طبقة الطفل من ارتفاع 500 ل 300، اللي رسمها كده يبقى زي الفل وفهم معانا كل اللي احنا قلناه ومسك بالقلم الرصاص بتاعه وحدد ارتفاع كل طبقة والسطح العلوي ليها والسفل ليها وما قدرش ينسى أي حاجة. بعد كده الحجر الرملي قال لك إن هو السطح العلوي ليه 300، السفل ليه 100، فتبدأ تاخد من أول ال 300 لحد ال 100 تقدر ترسم عادي الهاشرنج بتاع الحجر الرملي و تعمل الهاشرنج بتاعك الخاص بيه. يعني الخريطه بتاعتك هتبقى بالظبط ده زي ما هي موجوده كده معانا. لو مشينا على كل الخطوات اللي احنا قلناها هتقدر ان انت تطلعها بالشكل ده، سهل جدا ان انت تتعرف عليه.
الحل بتاعك الأساسي هو العمود الجيولوجي يكون جاهز معاك. طول ما هو جاهز هتقدر ترسم الطبقات زي ما هي موجودة كده. طبعا حد يقول لي الجير احنا رسمناه 100، ما هو خلاص ما فيش غيره 100 هنا و100 هنا، ما فاضلش غيره أصلا في الخريطة إن احنا نرسمه. طب وال600 دي ألونها؟ لا طبعا مش هتلونها، احنا مش عارفين هي أصلا بتعبر عن طبقة إيه. فكل الطبقات اللي عندنا هي كونجلوميريت وطفلة وحجر رملي وحجر جيري، فبالتالي ارتفاع الحجر الجيري 100، الحجر الرملي 200، الطفلة 200، فكنا عارفين سمك كل طبقة وعارفين السطح العلوي والسطح السفلي ليها، فقدرنا نعرف بسهولة ازاي نرسمها. زي ما احنا شايفين الكونجلوميريت قلنا اولها 600، السفلي بتاعها 500، العلو بتاع الطفلة 500، السفلي بتاع الطفلة 300. كان في نفس الوقت علوي حجر رملي، في نفس الوقت كان ايه سفلي طفلة، فلازم ناخد بالنا من الكلام ده كله. سفلي حجر رملي هيبقى علوي حجر دي، بس مش عارفين احنا السفلي اللي الجيري كام، لانه اكيد هيبقى مدفون تحت الارض. يبقى ده كان مثال حي لمسألة معانا، هيديك مش هيديك بقى العمود الجيولوجي جاهز، لا ده انا كده اديتكم العمود الجيولوجي جاهز وحليناه واحدة واحدة ومشينا خطوات واحدة واحدة وبالراحة خالص، مش عارفين ايه هو اللي كان معانا. هو في الاول بيديك مثال، ممكن على سبيل المثال يعني كان كأميرة هيقول لك مثلا السطح الف، النقطة الف اهي احنا رسين بيمثل السطح السفلي لطبقة الطفل، او مثلا ما يقولش السفلي بقى، ممكن السطح الف بيمثل السطح العلوي للحجر الرملي. فيقول لك بقى ايه، خد في بالك ان يعلوه طبقة من الطفل سمكها 200. حلو قوي، يعلوها طبقة من الطفل سمكها 200، يبقى انت ضايف ال 200 على ال 300 كده يا حلو، عرفت السطح العلوي للطفلة 500. او يقول لك يرجع تاني يقول لك ايه، خد في بالك برضو ان الحجر الرملي ده سمكه 200، قال لك ان سمكه 200 يبقى السفلي بتاعه كام؟ 300 ناقص ال 200 على طول هيطلع لك سفلي رملي. ممكن ما يجيبها لك كده، ممكن يقول لك ايه واسفلها طبقة من الحجر الجيري ارتفاعها 100، يبقى سهل عليك خالص وجاب لك الارتفاع بتاع الايه الطبقة السفلي للحجر الرمل. طبعا هيجي برضه يقول لك فوق يعلو طبقة الحجر طبقة الطفلة طبقة من الكونجلوميريت سمكها 100، وده يكون المثال بتاعك. بس هو بيديك رمز في الخريطة بتاعتك اللي هو ألف ده، ويكون هو بيعبر لك عن المثال بتاعك. دي خريطة مثال تاني للطبقات الأفقية. أنا مسكت السؤال رسمت العمود بتاعه، ولكن هسيب لكم الخريطة ان انتوا ترسموها مع نفسكم. انا هحل معاكم بس العمود الدليل بتاعك عشان تقدر ترسم، وبعد كده لو حد ليه اي كومنت على الخريطة لو حلها تسيبوها لنا في الكومنتات، وتقدروا تتعرفوا على كل الخطوات اللي انتوا عايزينها بالتدريج. يعني احنا هنحلها مع بعض دلوقتي، واللي يقدر يحلها ويسيبها لي في كومنتات وانا ارد عليه تمام زي ما تحب. يعني ده اللي عايز يعني يقدر يفهم الطبقات الافقيه صح يعني، ويشغل دماغه ويحل طبقات افقيه كتير، لان طبعا الموضوع بيبقى صعب في الاول، انتوا طبعا لسه فريش يعني داخلين الكليات وكده. اول حاجه بيقول في المثال بتاعنا، عند الطبقه الف يظهر السطح السفلي لطبقه افقيه من الطفل. طبقه الف تخش على طول على الخريطه، مش هيقول لك هي عند قيمه كام، انت على طول هتشغل نفسك مش هيديك كل حاجه بقى، هو يا دوب كتر خيره ان هو قال لك ان هي السطح السفلي الف اهي، نروح على الخريطة على طول جاري نشوف ارتفاعها كام. 700، 700 في الخريطة يبقى كام في الطبيعة؟ برضو 700 تمام، يبقى خط كنتور في الطبيعة بنفس الكلام في الايه في الخريطة، بخط كنتور 700 تروح عند 700 دي على طول ترسم خط كده. يعني انا لما رسمت العمود ده رحت عند 700 دي، جبت ورقة قبل ما ارسمها في البي دي اف، وجبت ورقة ورسمت عليها اول حاجة السطح السفلي 700. سفلي كام يا أميرة؟ ده سفلي طفل تمام، يبقى تكتب هنا طفلة تمام. سمكها الرأسي 200، حلو قوي، هو قال سمكها 200، يبقى ال 200 ناقص ال 700 ادانا كام؟ 500. خش على تحتها على طول، تعلوها طبقة من الحجر الجيري غير معلومة السمك تمام، حلو، وتحتها طبقة من الحجر الرملي سمكها 200، ثم تحتها طبقة من الكونجلوميريت غير معلومة السمك. يبقى واحدة واحدة، هو قال إن ألف السطح السفلي للطفلة تمام، أهي سطح سفلي طفل، قال لك سمكها الرأسي 200، يبقى هتحط
700، تضيف عليهم ال 200 يبقى العلو كام بتاعك؟ 900. يبقى بقت ال 900 هي ايه كده؟ طبقة الحجر، طبقة الطفلي، الطفلة معانا، سوري الطفلة معانا اللي هو الشيل، هتطلع كام؟ 200، سمكها 200، يبقى الارتفاع بتاعها، سطح العلو بتاعها 900. هو يا دوب اداني السطح السفلي 700، بعد كده اداني سمكها. فانا قلت لكم في الاساس ان هو لو ادانا سفلي هنضيف قيمه السمك يبقى معانا العلو، لو ادانا علوي هنطرح قيمه السمك يبقى معانا ايه؟ السفلي. بعد يعني احنا انا الاول حطيت الخط بتاع ال 700 ده سفلي طفلي، بعد كده قال لي سمك الطفله كام؟ سمكها الراسي يعني من اول ال 700 لحد فوق 200 متر، هنضيفهم على ال 700 يبقى طلع لنا كام؟ 900. يبقى لو انت عايز كده ايه في ورقتك تكتب هنا عشان تفهم انت لسه مبتدئ، عادي انا كنت بعمل كده، ده سفلي طفل 700، ده بكتب جنبها كده سفلي طفل، بس عشان ما فيش مكان في البتاع انا ما قدرتش اكتبه قلت هقولها لكم. نكتب هنا سفلي طفل سمك 200، ممكن تكتب هنا 200 الناحيه الثانيه يعني عشان ما تتلخبطش ما بين الارتفاعات بتاعتك هنا، وتكتب عند ال 900 فوق هنا علوي طفل. بعد كده قال لك يعلوها طبقه من حجر الجير غير معلومه السمك، يبقى اللي بعد ال 900 ده كله هيبقى ايه؟ حجر جير. يبقى حلو انا خلصت كده من النص الفوقاني بتاع العمود بتاعي، وتحتها طبقه من الحجر الرملي سمكها 200، موفر عليا قوي. قال لك ان تحت ال 700 دي اللي هي كانت سفلي طفل، تحتها بالظبط على ارتفاع راسي من هنا لهنا 200 متر رمل، يبقى الرمل السفلي العلو بتاعها كان هو السفلي بتاع الطفل، العلو بتاع الرمل 700، السفلي كام؟ قال لك سمكها سمك الطبقه بتاعتك الرمل دي 200، يبقى ال 700 ناقص ال 200 هيدينا 500، يبقى ال 500 بتاعتنا دي كام؟ اللي هي السفلي رمل. بعد كده قال لك والله تحتها طبقه من الكونجلوميرات غير معلومه السمك، يبقى الراجل كده وفر عليا خالص، اداني الاول ايه؟ السطح السفلي عند الطبقة ألف ديت، رحت أنا على الخريطة جريت على ألف دي عرفت قيمتها كام؟ 700. رحت أنا حطيت خط كده 2 سم زي ما احنا اتفقنا للعمودين الرئيسيين بتوعنا، وبعدين جيت في النص حطيت خط بيعبرني عن السفلي طفل. بعد كده بعد ما كملت قراية قال لي إن سمك الطفلة دي من سمكها الرأسي 200، يبقى أنا طلعت 200 لحد هنا وقف، ال 200 كام؟ نضيفهم على 700 ادانا 900، يبقى أنا عرفت العلوي للطفل والسفلي للطفل. بعد كده بنكمل كلامنا ونقرا، قال لك يعلوها طبقة من الحجر الجيري، يبقى كمل عليا الراجل وقال لي غير معلومة السمك، يبقى كل اللي فوق ده مش هتعمل لما لا نهاية بقى، ممكن تعمل هشرن كده سموسنج كده لحد الفاصل اللي هو على السطح الأوروجي اللي احنا كنا عارفينه من الثانوية يعني متعرف عليه. بعد كده لو كملت كلامك قال لي تحتها طبقة من الحجر الرمل سمكها 200، فتفضل تطرح ال 200 هيطلع كام؟ الارتفاع السطح العلوي للطبقة السطح السفلي الرمل بتاعك 500 زي ما انت موجود. فبالتالي بقت الصخور بتاعتك الأساسية عندنا كونجلوميريت، السطح السفلي بتاعها مش معلوم أكيد تحت الأرض، بعدين طبقة من الحجر الرملي، بعدين طبقة من الطفل، بعدين طبقة من الحجر الجير. أنا كده حليت لكم الموضوع خالص بنفس الطريقة اللي حلينا بها المثال التاني، تقدروا توقفوا الفيديو وتحلوا الخريطة دي زي أو تنقلوها زي ما هي في الفيديو كده وترسموها بإيديكم، وتاخدوا تبدأوا التتابعات خطوة خطوة، اللي فوق ال 900 كونجلوميريت، اللي ما بين ال 900 وال 700 مش هحلها لكم بقى، مش هحلها لكم أنا كده بغششكم، ما بين ال 900 وال 700 طفل، اللي من 700 ل 500 سن، اللي من 500 لأقل كونجلوميريت، وتبدأوا تحلوا المثال وتسيبوه لنا في الكومنتات. بعد كده في شوية أساسيات تكونوا عارفينها بس عند تمثيل الطاقات، مش هكتر عليكم بس عشان ما تحسوش إن إحنا كترنا زيادة عن اللزوم، بقول لك إيه دي حاجات بس هتساعدكم في الرسم. عند تمثيل الطبقات لابد من التأكيد من تساوي قيم مناسيب جميع النقاط الواقعة على السطح العلوي للطبقة، وكذلك بالنسبة للسطح السفلي للطبقة، وتتوازى هذه النقاط مع مستوى سطح البحر، وخطوط الكنتور هي الأخرى موازية لمستوى سطح البحر. يعني باختصار زي ما قلنا في المثال الطبيعي بتاع التل المخروط اللي كان معانا بيمثل عن الطبقات الأفقية، إن هو لازم تكون جميع المناسيب بتعبر عن سطح العلو بتاعك باين والسطح السفلي بتاعك متعرف عليه، وطبعا علوي ده أكيد هنلاقي له نفس الارتفاع بتاعه الموجود في الطبيعة موجود عندنا في خطوط الكونتور، فهنقدر نمثله بسهولة. بعد كده بقول لك السطح العلوي للطبقة يمكن أن ينطبق على خط كونتور مساوي له في المنسوب، وكذلك السطح السفلي للطبقة يمكن أن ينطبق على خط كونتوري آخر نفس الكلام. السطح العلوي بتاع الطبقة بتاعتك هيبقى موجود مثلا علوي سند زي ما احنا قلنا هناك 700، هنلاقيه كتير في الخريطة، وهنلاقي برضه السفلي بتاعه. بيقول لك ان السمك بتاعك بيبقى عبارة عن الفرق بين خط الكنتور المنطبق على السطح العلوي وخط الكنتور المنطبق على السطح السفلي.
بيقول لك حاجة كمان، لتحديد السطح السفلي للطبقة لابد من تحديد منسوب خط الكنتور الذي يقع عليه السطح السفلي، وللحصول عليه نطلع سمك الطبقة من منسوب العلوي الذي يمثله. يعني باختصار شديد بيقول لك لازم تكون متأكد ان الطبقة بتاعتك بتوفر فيها قيمة السطح السفلي والسطح العلوي، ولازم تكون لو مش لو عارف علوي بس لازم يكون عندك سمك، لو عارف سفلي بس لازم يكون عندك سمك برضه، يعني السمك لازم أساسي. وفر عليك واداك العلو والسفلي بكتر خيره، بس زي ما احنا ما شفنا في المثال اللي انت هتحلوه انه هو اصلا ما اداكش ولا مره اداك سطح علو وسفلي، هو اداك سطح سفلي مره وقال لك ارتفاعه قد ايه، واداك سطح علوي مره اللي هو 700 اللي احنا قلناه وقال لك ارتفاعها قد ايه. يبقى باختصار شديد هتمشي، احنا خدنا النهارده ازاي نرسم الطبقات الافقيه. اول حاجه لازم تعملها ترسم الدليل الجيولوجي بتاعك، بعد لما ترسم الدليل الجيولوجي بتاعك صح هتبدا توقع القيم بتاعتك صح زي ما احنا شفنا. نعيد تاني، اخر حاجه بنرسم خطين متوازيين مسافه بينهم وليكن 2 سم، تختار منسوب رسم مناسب بيعبر عن نفس القيم بتاعتك على الرسم 1 سم، ولازم تكون في الطبيعه بتعبر عن قيمه نفس الكلام 1 سم في الطبيعه 10,000 على الخريطه، فبالتالي تبدا تحول وهكذا. لازم تقرا الطبقات بتاعتك صح. سمك الطبقه لازم تكون عندك متعارف عليه 200 متر فيكون على ارتفاع 2 سم وهكذا، وتبدا تظلل وتحط الهاشرنج بتاعك الرموز بتاعت الطبقه اللي احنا متعارف عليها في الطبيعه. بعد كده بتبدا تحدد سطح العلو والسفلي للطبقه، ولو مش موجود سطح علو ومعاك سفلي وسمك يبقى تقدر تضيف السمك على السفلي وهكذا. بعد ما تحدد كل الطبقات تبدأ ترسم وتاخد الدليل بتاعك تقرا منه ال 600، تبدأ تاخد علو 600 تيجي مظلل عليه والسفلي تيجي مظلل عليه، عايز تظلل كله وبعدين تلون زي ما تحب تلون باقي الخليط، ولكن يفضل ان انت تحل طبقة طبقة وتهشرها طبقة بالتفصيل عشان لو ظهر حاجة معاك انت مش عارف تكملها تقدر تكملها زي ما انت حابب. وده كان المثال بتاعنا، ما تنسوش تحلوا المثال اللي انا سبته لكم، والمرة الجاية ان شاء الله نحله مع بعض ونبدأ ناخد. طبعا احنا لما شرحنا الظواهر الطبوغرافية شرحنا عليها التتابع بتاعها ازاي نلاقيه في الطبيعة من خلال القطاع الجيولوجي بتاعي، فان شاء الله الطبقات برضو الافقيه ليها قطاع خاص بيها. بس عشان مش عايزه اطول عليكم ونكون كترت عليكم، المفروض النهارده بس تفهموا ان احنا النهارده خدنا تمثيل الطبقات الافقيه من خلال الخرائط الكونتوريه، ازاي اول خطوه عشان ارسم خريطه طبوغرافيه للطبقات الافقيه من خلال خطوط الكونتور. لازم اول حاجه ارسمها وتكون حاطه في ذهني ان اول ما يديني مساله احول المعطيات بتاعتها بالراحه وارسمها في ورقه عاديه، وبعد كده ابدا انقلها بالظبط زي ما هي، ما هو بيقول المعطيات بتاعتي فنطتها ارسمها صح، فرسمتها صح في الدليل هتقدر ترسم العمود. لو انت رسمت الاستراتيجراف الكولم بتاعك صح هتقدر ترسم الخريطه بتاعتك صح، رسمت الخريطه بتاعتك صح هتقدر تطلع القطاع صح. هي بيكونوا 3 مطاليب اساسيه، ترسم دليل الجيولوجي بتاعك، ترسم الطبقات بتاعتك على الخريطه، بعد كده ترسم القطاع اللي هو بيعبر لك عنه منين لفين. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، معلش لو طولت عليكم، تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، ولو اي حد حل المثال بتاعنا يسيبه في الكومنتات وان شاء الله نرد عليكم، ولو عايزين برضو اي استفسارات تانية هنرد عليكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.